الثروة الحيوانية إحدى مصادر الغذاء المهمة جدا في مصر، وبين صعود وهبوط الأسعار هنعرف حاجات كتير قوي النهاردة في حلقة نبض الشام. الأبقار، الجاموس، الماعز والأغنام والإبل، دي مكونات ما يعرف بالثروة الحيوانية أو الصورة الحية للحوم، واللي بتعد أهم مصادر البروتين الحيواني، أساس الصحة العامة للإنسان. وبحسب إحصائيات الإدارة المركزية للتعاون الزراعي التابع لوزارة الزراعة، وصل نصيب الفرد من البروتين الحيواني لحوالي 19 جرام يومياً، ودي طبعاً نسبة منخفضة جداً إذا قارناها بنصيب الفرد في الدول النامية اللي بتعيش ظروف مشابهة. نفس الدراسة بترجع أسباب انخفاض نصيب الفرد لعدد من الأسباب، أهمها ارتفاع أسعار اللحوم الناتج عن قلة حجم المعروض عن احتياجات السوق بنسبة عجز وصلت ل 20% سنوياً. في معظم الأحياء الشعبية اللحمة ارتبطت بالأعياد والمناسبات وبس. عم إبراهيم بتشتري لحمة كل قد إيه؟ كل اسبوع مره بشتريها. واسعار اللحمه بقى انت شايفها عامله ازاي؟ الاسعار اليومين دول نار خالص، غاليه قوي الصراحه، نار. يعني انا ما شفتش عمري في حياتي اللحمه توصل ل 100 جنيه. مين السبب في ارتفاع الاسعار؟ الجزارين ولا الاستيراد ولا اللي بيربوا ولا مين؟ انا شايف كده تبع الجزارين، هم اللي بيغلوا، وحرام كده واحد مش هياكل لحمه بعد كده يقف جنبها يتصور احسن بقى ولا ايه؟ الله يخليك. هعمل طن صلصة؟ طيب شوف يلا. السلام عليكم. هو في فرق بين الجزارة لما تبقى في حي شعبي أو حي راقي؟ أكيد. إيه الفرق بقى؟ الفرق الخامة بتاع البني آدمين، الحي الناس الحي الشعبي ناس على الله ناس يعني أرزقية، ظروفها تعبانة، هو معاها أكل لحمة بالعافية. إنما فوق الناحية التانية كده كده ناس معاها فلوس، فمش فارقة معاها أكل لحمة بكام. الزبون عندك بيجي يشتري كل اسبوع مثلا؟ هو فينا في زبائن كل اسبوع، في زبائن كل 15 يوم، في زبائن كل شهر. يعني في بعض الموظفين ده عارف نفسه كل اول شهر بياخد مرتبه ويجي ياخد قطعيته تقضي الشهر. يشتري كام كيلو بقى الموظف البسيط ده؟ مثلا كيلو، كيلو ونص مفروم، وياخد له مثلا قطعات ثانيه على حسب عدد افراد اسرته. يعني هو التركيز كله على اللحمه الجمل اللي هي ب 55 جنيه. ماشي، ما ب 55 عشان سعرها ارخص، عشان هو امكانياته كده معهوش فلوس. هو ايه سبب غلو اللحمه بقى؟ ده جشع بقى، بس مش جشع جزارين زي ما بيقولوا، جشع بعض الناس، كل مجال فيه كده وفيه كده. يعني غلو اللحمه جزارين لهم دخل بغلو اسعار اللحمه؟ مفيش حد ملوش دخل، كلنا لينا دخل. ازاي بقى؟ مش فاهم ازاي. انت النهارده لما بتنزل السوق لو لقيت البيمه غاليه، لو ما اشتريتهاش ورجعت اكيد التاجر مش هيبيع لك غالي. النهارده اللحمه مستورده ب 40 جنيه في المحلات، بتاع البلد بيقيس ان ده بيبيع ب 40 جنيه. فتيجي تكلم الفلاح اللي انت بتشتري منه العجل يقول لك يا عم ده المستورد ب 40 جنيه. طب احنا نعمل ايه بقى علشان سعر اللحمه البلدي ينزل زي المستورد؟ لازم تسعيره جبريه. لو اتعملت تسعيره جبريه فنقول ان حضرتك التاجر اللي بتبيع لي، فانا النهارده ببيع ب 50 جنيه الجبري، هقدر اشتري حاجه ما تجيبش 50 جنيه؟ ما اعتقدش. انما انت مديني حريه السعر. يعني في ناس بتيجي تاخد مننا لحم يعني تجاري ب 70 جنيه. طب هي بتبيعه بكام؟ من الزبون جزارين، عشان هو يبيعها بمعرفته هناك، يبيع لحد 100 جنيه. المشكله بيع اللحمه في الحي الشعبي معتمد على مواسم اكتر، مش كده؟ اكيد. هم موسمين دلوقتي ما بقاش في مواسم زي الاول. هو رمضان عيد كبير، وتقريبا احنا العيد الكبير ده اجازه. ليه بقى؟ ما احنا قلنا الناس معهاش خمس يوم العيد في دراسه. تخيل مع غلى اللحم وانا عندي خمس ست عيال اجيب لهم لبس اكلهم لحم. يا عمري يا حاج هذا كيلو لحمه يا
كامل صغير بيستوي زيه زي اللحمه الكندوز ب 55. كندوز صغير ب 70 جنيه. 70؟ اه. واحمر بقى ولا تفهمش؟ الحته اللي تعجبك بقى شاور احنا نقطعها لك. تشتري لحمه كل قد ايه؟ بشتري لحمه كل شهر انزل اشتري لحمه. تحتاجي ميزانيه قد ايه للحمه كل شهر؟ ازاي الميزانيه اللحمه كلها؟ هي اللحمه بتاخد الميزانيه. هي اللي بتاخد الميزانيه كلها. ايوه مفيش ميزانيه، انت بتتكلم في حاجه، انا بقول لك انت بتتكلم في حاجه مش ايه. الناس معهاش فلوس يا بيه. طب ايه بدايل اللحمه بالنسبه لك؟ بدايل اللحمه الفراخ والسمك. جنايب. صحيح إن الأكل احتياج بشري وغريزي، لكن لكل مجتمع ظروفه ونظرته للأكل. في ناس بتاكل بس عشان تشبع، وفي ناس بتاكل علشان تستمتع. حتى اسم الأكلة نفسها ممكن يختلف من مجتمع للتاني ومن مكان لآخر. في هنا النوعية بتيجي الحاجات نمرة واحدة، بيجي سمانة، بيجي فليتو، بيجي عرق، دي الحاجات ما تلاقيهاش في الحي الشعبي طبعا. وفي المواسم بقى طبعا ان احنا في اعياد وبتاع، الضاني ده الطبق المفضل في العيد لانه هو الضحيه كمان. الجزاره هنا بتشتغل برضو على مواسم. في مواسم اصل الزمالك في اعياد امريكان، في اعياد يهود، في اعياد مسيحيين، دي كلها اعياد تبقى شغاله في الزمالك. في الفتره الاخيره اسعار اللحمه زادت. السحب على اللحمه قل هنا؟ لا. ليه؟ الزبون متعود ياكل لحم، حاجه نقطع عنه لحمه شهر مش هينفع، هو مش هيبطلها، هياكل، هيروح سوبر ماركت هيجيب منها لحمه مجمد. انما الحملات بتاعه بلاها لحمه ومقاطعه اللحمه دي ما لا مش ما اثرتش، مش ما اثر معانا. طيب تفتكر في الفتره اللي جايه منتظر ان اللحمه تغلى تاني؟ ان شاء الله مش هتغلى لان هي غليت اللي فيه الكفايه. في ناس قالوا عايزين تسعيره جبريه للحمه، شايف ده ممكن يعني لو الحكومه ظبطت سعر اللحمه تعمل له تسعير؟ الحاجه غاليه، العلف الاساسي بتاع لمؤاخذه العجول والخفاف الحاجات دي غالي. في ناس بيفضلوا يجيبوا بقى اللحمه المستورد بقى الاثيوبي والسوداني والكلام ده. وسعره ارخص وكده. محلات كلها هنا بلد، مفيش حد بيجيب الاثيوبي والحاجات دي. في رقابه من التموين من الصحه بتبقى موجوده على المحلات؟ يعني لو عدى عليا دكتور دلوقتي هقول لك اهو، هو يعرف الماده اللي محطوطه بتاعه الختم ايدي محطوطه ازاي. ده بتاع الصحه. صحه التموين، ما هو ما هيجي يعمل ايه التموين؟ ما هو ما فيش تسعيره. استاذ حفظي صادق وكيل اول وزاره التموين، برحب بحضرتك على شاشه قناه الحره. اهلا وسهلا بحضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين ونورتوا المديريه. عايز اعرف من حضرتك ايه سبب ارتفاع اسعار اللحوم في مصر؟ في بعض التجار اللي هم عايز يكسب بربح عالي. احنا كوزاره التموين او مديريه التموين تكافح الغلو ده ازاي؟ اولا مفيش حاجه اسمها تسعيره جبريه. قانون العرض والطلب ده قانون اقتصادي بحت في كل في جميع انحاء العالم. انا كل ما كتر المعروض السعر غصب عن اي تاجر ينزل، لان دي سلعه ما تتخزنش. فاحنا عشان كترنا المعروض والاتفاقيات اللي اتعقدت عليها الوزاره، فالحمد لله هو ده اللي بيكسر حده الاسعار. دور الوزاره في الرقابه على الاسواق؟ احنا بننزل اجهزه رقابه سواء الوزاره او المديريه، عندنا حملات بننزل بنشوف كميات اللحوم الموجوده شكلها ايه، اللحوم هل اللحوم دي في لحوم جيده ولا انتهت صلاحيتها، فيها غش ولا ما فيهاش غش، دي مذبوحه فين، معموله فين، في طب بيطري بننسق معها. ازاي بيتم قياس احتياج السوق علشان نقدر نضخ لحوم او المواد الغذائيه للتمام؟ لما الاقي الاسعار زادت في حاجه معينه على طول لابد ان احنا يعني نكتر من المعروض، زي ما حصل بالنسبه للحوم. انتوا سمعتوا اللحوم وصلت باسعار عاليه
على طول كانت الوزارة عاملة استعداد وتعاقدات مع الدول اللي هي بتصدر لنا، دي اللي خلت المؤشر نزل. عندنا مثلا في الجيزة كمثال عندي 61 مجمع استهلاكي شركات الأهرام بنعرض فيها كل السلع. بحكم الموقع الجغرافي، سفاجة كانت واحدة من أهم محطات استيراد اللحوم اللي بتيجي من السودان وأثيوبيا. لسنوات طويلة اتعودنا وبشكل يكاد يكون دوري على تصريحات رسمية بنعرف من خلالها كم المستورد من اللحوم، والحقيقة إن الأرقام رغم تباينها إلا إنها وفي المعتاد بألاف الأطنان، وده معناه إن استهلاكنا من اللحوم بيفوق طاقتنا الإنتاجية. هل أنتوا نشاطكم بس في استيراد الأبقار ولا أنواع تانية؟ لا، العجول، الذكورة. العجول بس؟ آه، الذكورة. طب ليه الإناث ما بنستورداش؟ ممنوع استيراد الإناث هناك، لأن هناك الإناث بتفضل موجودة عشان الإنتاج والثروة الحيوانية عندهم، هم بيحافظوا عليها يعني جدا، ممنوع ان هم يصدروا الاناث وكده. بنستورد قد ايه تقريبا كل سنه لحوم؟ حوالي 150 ل 200 الف راس في السنه، تتعدى المليار دولار. ال 150 الف راس دول ابقار بس ولا داخل معاهم ضمنهم الجمال والاغنام؟ الجمال والاغنام. استاذ احمد، احنا بنستورد لحوم منين؟ ايه الدول اللي بنستورد منها؟ بنستورد من اثيوبيا، ده بالنسبه للدول الافريقيه، الجوي، المجر، في استراليا، برازيل. افضل انواع اللحوم اللي بنستوردها في مصر بتبقى مصدرها ايه؟ منين؟ طبعا الاوروبي. يعني الاوروبي ايه اللي بيفرق بقى الاوروبي عن الافريقي؟ عشان في فرق هناك في الطبيعه وفي العلف والتربيه وسلاله العجل نفسه. حجم استثماراتك في التجاره دي قد ايه؟ السنه يعني حوالي 300 مليون دولار. الدوله بتبذل جهود كتيره جدا للحد من استيراد اللحوم من بره، شايف ان ده ممكن ياثر عليك كمستورد لاي درجه؟ هو يأثر في الشارع أكتر ما يأثر عليا، لأن مصر بتستهلك 65% من اللحوم المستوردة، والإنتاج المحلي 35%. الإنتاج المحلي 35%. شايف إيه اللي ممكن يحصل علشان يزيد حجم الإنتاج المحلي وبالتالي نقلل شوية من الاستيراد علشان العملة الصعبة؟ أول حاجة البتلو والإناث، نوقف ذبح البتلو والإناث، كده يزيد صراحة هنا في مصر. مش شايف إن ده هيأثر عليك أنت كمستورد؟ لا، مش هيأثر في حاجة. دي عشان يقل فتره طويله جدا، انا ما عنديش ثروه حيوانيه في مصر، الثروه الحيوانيه عندي في مصر معدومه. ايه اللي بيخلي سعر اللحوم المستورده ارخص من المحلي؟ هناك في مراعي طبيعيه ما بيكلفش علف، فهو ده اللي مخفض مع السعر. في الفتره الاخيره طلع دعوات لمقاطعه اللحوم، شايف ان ده ممكن يبقى له اثر حقيقي على اسعار اللحوم؟ انا في شغلي ما حصلش اثر. كان عندي تساؤلات عن المواصفات اللي بيتم التعامل من خلالها مع اللحوم المستوردة، ومن الدكتور يوسف عرفت المواصفات القياسية للتعامل مع اللحوم الأثيوبية. إن اللحوم دي كلها أولاً تبقى خالية من جميع الأمراض والأوبئة، إن بيتم الذبح فيها في داخل الدائرة الجمركية أو داخل المحجر البيطري، والبيع للمواطنين أو الجزارين بيبقى لحوم مبردة، ما تبقاش لحوم لا مجمدة ولا حيوانات حية تطلع داخل البلد. يعني حضرتك بتجري عليه كشف ظاهري؟ هو مبدئيا بيبقى طبعا في لجنة هناك في أثيوبيا بيتم فيها هناك سحب عينات دم للفحص الفيروسات وتحصين، وطبعا كشف ظاهري على الحيوانات واستبعاد أي حيوانات سواء كان فيها مشكلة عضوية أو مشكلة مرضية. بعد كده بيتم إرسال الشحنة دي عندنا هنا في الميناء سفاجة، بننزل الحيوانات بعد التأكد أنها سليمة ظاهريا لمحجر سفاجة. بعد كده بنستدعي أطباء من معهد بحوث صحة الحيوان، بيتم سحب عينات وإجراء اختبارات زي اختبارات الصلب.
بعدها بيتم تحصين الحيوانات وحجزهم فتره قبل الذبح. التحصينات دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعيه، دول مرضين موجودين في مصر، فاحنا بنحصن ضدهم الحيوانات. بيتم التحصين في اثيوبيا وبيتم بوستر دوز او جرعه منشطه موجوده هنا في مصر عن طريق مديريه الطب البيطري في الغردقه. التغذيه هنا في الحجر الصحي وبيستمر هنا مدة شهرين لثلاث شهور، من شهرين لثلاث شهور تقريبا. في خلال الفتره دي نظامه الغذائي بيبقى عامل ازاي؟ بيتغذى على ايه؟ هو طبعا الاكل بيبقى من رعايه المستورد نفسه. الوجبه الاولى عباره عن اللي هي المركزات او الاعلاف، ونمره 2 بيدوا له حاجه اسمها الدريس اللي هو البرسيم الناشف يعني. بتستمر على الفتره دي طول الفتره دي، وخصوصا انه يبتدي يغير طعم اللحمه، لانه في اثيوبيا متعود ان هو ياكل اعشاب طبيعيه، ما بياكلش مركزات وعلف، في مراعي طبيعيه. وده المهم في الموضوع كله، ان انت هتلاقي اللحمه زيها زي البلدي، بل انها كمان اقل من الدهون والكوليسترول اللي موجود في البلدي. ومن الحجر البيطري بيتم تسليم العجول للمرزر، واللي فيه بيتم إعادة الكشف الطبي عليها بعد الذبح. لو لقيت حاجة في الرئة وحاجة برا القفص اللي هي القفص الصدري بنعدم الذبيحة كلها. أنا لاحظت إن حضرتك في أجزاء خدتها وقلت دي هتتعدم. ربع العدمنا كان في سلة، ده عادي جدا جدا، وباقي الذبيحة بالصق بتاعها كله كويس. ايه اكتر الامراض المنتشره في الذبايح او الماشيه اللي بنستوردها من بره؟ مستوردها هي السل، انه على راسهم السل بالنسبه لافريقيا، السل والحويصلات. الحويصل الفتره اللي كان فيها جنون بقر وامراض من هذا النوع كانت ايه الاليات اللي احنا بنتخذها في مواجهه الماشيه المستورده من بره؟ لا هو الحمد لله احنا ما حسيناش بالكلام ده هنا خالص في السفاجه هنا. هو بالنسبه لل جنون البقر والحاجات اللي حصلت زمان ديت، دي حاجات كانت بتظهر، الاسفنجيه دي كانت بتظهر في المخ، في الراس، في المخ تحديدا يعني. فالحمد لله احنا هنا كنا حريصين جدا في الموضوع ده اياميها، بس ما ظهرتش ولا حاله الحمد لله، ولا حاله. اللحوم المستورده من اثيوبيا بتتباع بس من خلال المنافذ، واللي بتعتبر الملجأ الاخير لمحدود الدخل للحصول على اللحوم. ودي شايلة حمل كبير، دي شايلة من اللحمة البلدي كتير يعني. لو ما فيش لحمة أثيوبي زي ده دخل، كان كيلو اللحمة وصل 150 جنيه. هو كيلو اللحمة هنا بقى الأثيوبي بكام؟ هنا بنبيعه ب50. انت ب50 عشان المنفذ المدعم؟ المدعم ببيعه ب50. هل في فرق في الطعم بين الأثيوبي والبلدي؟ لا، طعم الأثيوبي أحسن من البلدي، إنما هو يعني بياخد نار شوية عشان خاطر قاعد في أعشاب وبياكل أعشاب، وما فيهوش ضرر زي اللحم البلدي. هو ايه اضرار اللحم البلدي ده؟ لا، اللحم البلدي هو كل حاجه فيها ضرر يا باشا. دلوقتي بيشرب ميه فيها كماوي، بياكل برسيم فيه كماوي، الاعلاف بقت بايظه، لذلك تلاقي اللحم عفش. طيب اما هو كده بقى وانضف وتغذيته احسن من البلدي، ليه سعره اقل من البلدي؟ لان جاي عن طريق الوزاره وجاي مستثمر. لازم ينزله كده، لازم ينزله مدعم. دكتور حسام ابو غفار، المتحدث الرسمي باسم الوزاره، برحب بحضرتك على شاشه قناه الحره وبرنامج نبض الشارع. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ بدايه عايز اعرف من حضرتك جهود وزاره الصحه للرقابه على الاسواق فيما يتعلق باللحوم الفاسده. يعني احنا في عندنا قطاع في وزاره الصحه اسمه قطاع الطب الوقائي، بيندرج تحته اداره عامه اسمها اداره المراقبه على الاغذيه، بتقوم بالمراقبه على الاغذيه. اللي احنا بتنقسم عندنا الاغذيه
حتى اللحوم إلى قسمين، لحوم محلية ولحوم مستوردة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع مباحث التموين. تحديداً إن إحنا عندنا حاجة اسمها مكاتب مركزية تبع لإدارة التفتيش، عنده حصر بكل الأماكن اللي فيها ذبح أو فيها تخزين أو فيها بيع، وبيتم المرور عليها بشكل دوري، بحيث إن في فترة لا تزيد عن من 3 لـ 6 شهور يبقى غطى جميع الأماكن اللي موجودة عنده في قاعدة البيانات اللي هي موجودة في المنطقة. ده بخلاف الحملات المفاجأة، بخلاف البلاغات اللي بتيجي، ده بيبقى تحرك مرتبط بالواقع. عدد المراقبين هل عددهم كافي لتغطية جمهورية مصر العربية بشكل كامل ولا محتاجين أعداد؟ يمكن الأول لما كان كل واحد بيتحرك منفردا من غير الإدارات المركزية كان العدد قليل، لكن لما أعدت صياغة البروسيس بتاع التفتيش العدد أصبح مناسبا، وكان النقص فالنقص فيه مش كتير. هو مش مطلوب من الرقابة إن هي انه لو هي مش موجوده النظام ما يشتغلش، لا، ده هي مطلوب من النظام، من الرقابه، ان النظام اللي شغال ده تمنع خروجه عن شغله. الحاصل دلوقتي مش كده، الحاصل ان الرقابه هي اللي بتشغل النظام، وده ما فيش اي رقابه في الدنيا تستطيع انها تعمل كده. مراقبي التغذيه اللي حضرتك اشرت اليهم هل لهم حق الضبطيه القضائيه؟ ما لم يكن هناك تفتيش دوري بيبقى معاه حد من التموين، كمان من بحث التموين او من جهاز حمايه المستهلك. ايه اخطر الامراض اللي رصدتها وزاره الصحه فيما يتعلق بامراض متعلقه باغذيه فاسده، لحوم فاسده؟ في مش تحديدا اللحوم، لكن التايفويد والبروسيلا والامراض اللي بتنتقل نتيجه لتناول اغذيه ملوثه او غير مطابقه للمواصفات او منتهيه الصلاحيه كثيره. سيد رمضان السيد بياع، إنسان بسيط زي ناس كتير من أهالينا اللي ظروفهم وحياتهم على قد الحال. سيد ما بتشغلوش حملات مقاطعة اللحمة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه ببساطة ما عندوش حساب على الفيسبوك أو تويتر. لكن السبب الأهم لعدم اهتمامه بحملات المقاطعة إنه مقاطع اللحمة طبيعي. كيلو ب90 جنيه، معلش يعني 5 عيال وزوجة وأب، يعني 7 أشخاص، يعني معلش يعني عشان مثلا نجيب 3 كيلو لحمة، 3 مثلا في 90، يعني يعتبر عشان تتعشى 400 جنيه، وأنا طبعا قاعد بالأجار مثلا ب 400 جنيه ومية وكهرباء 100 500، فكده كده ما بقطع يعني. أنت بتبقى حريص على إن أنت تجيب لأولادك لحمة في المواسم في الأعياد كذا؟ انا جبت بس اجيب مثلا عشان عيد، وطبعا حاجه اساسيه يعني مثلا ممكن 1 كيلو 2 كيلو، لكن مقطعه طول السنه. بديل بقى مثلا بجيب سمك، كرشه، مش كده يعني. دي الحاجات البديله. الحاجات البديله طبعا عشان برضو العيال وفي تمنيات والعيال مالها ذنب وكده برضو. سيد، اخر مره اشتريت لحمه للعيال امتى؟ يعني من 5 اشهر 4 اشهر. بتجيب بقى لحمه مفرومه ولا بتجيب لحمه؟ لا، بجيب لحمه عاديه بلدي، ممكن مثلا كل 3 4 اشهر نجيب كيلو ليوم، وبقيت ال 4 اشهر كرشه، سمك، كيلو سمك 2 كيلو سمك وكده. ايه بقى اهم اكله تتعمل بقى في المناسبات في المواسم؟ والله احنا ما بنفكرش بقى ولا في اكل ولا في شرب في الوقت ده. يومه بيتقضى، اذا كان كل لحمه بتعمل العيال بياكلوه خلاص على كده. يعني ما فكرش مثلا نعمل ايه نطبخ كده يعني. يعني مفيش فكره بقى اللي بقى طبق الفته؟ لا 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 لا، مفيش فكره اي حاجه خالص بصراحه. معلش كيلو لحمه 2 كيلو العيال بياكلوهم، حتى ممكن هم ياكلوا لوحديهم انا بره، يعني مش في دماغي اساسا عيد ولا لحمه ولا السردي. انت بتقول لي بتشتري كيلو مثلا، كيلو ده بيكفيكم انتوا 7 تنفار؟ لا، ما بيكفيش طبعا، انا ما برضاش اشتري عشان ما بيكفيش. لو الكيلو هيكفينا ماشي، اقول ماشي 90 جنيه ماشي وهجيب الكيلو وعادي، بس لو هكفينا. لكن دي 7 تنفار، طفل الجزء العيال الصغيرين اللي عندهم 2.5 سنين ممكن ياكلوا ربع كيلو الاثنين،
بس ربع كيلو الكيلو ثلاث اربع حتت معلش ما اجيب بقى العيال مثلا تجوعهم يا اما بلاها لحمه خالص معلش ما هو ياكلوا يا بلاها اللحوم المصنعه بقى الهمبرجر والكفته والسوسيس والحاجات دي بصراحه انا والله ولا كفته ولا اي لحوم هي اسكان مثلا فراخ كل فين وفين اسكان مثلا كرشه اسكان مثلا ياكل لكن انا والله جميع اللحوم ما بدخلهاش بيتي الا مثلا كل زي ما بقول لك كل اربع اشهر ممكن اجيب 2 كيلو بقى كيلو للعيال غير كده لا والله تفتكر انت محتاج دخلك يكون كام عشان تقدر تشتري لحمه على الاقل كل اسبوع طبعا هو الناس ماشيه مرتين في الاسبوع حتى الفقير ماشيه مرتين في الاسبوع يعني معلش حد وخميس او كده طبعا عشان مرتين في الاسبوع يعني اللي هي الحاجه الاساسيه لازم دخلك يكون معلش مع اجار مع اطفال مع اكل مع شرب اقل حاجه 5000 جنيه وما يكفوش كمان كل اسبوع مرتين ب 600 جنيه ما اسره بقى 7 تنفار معلش جبت كام كيلو ال 7 تنفار هم 2 كيلو يعني ما يفوتش منهم حاجه يعني خلينا صراحه في مصر انتشرت أسواق كتير اتخصصت في تجارة اللحوم الحية ومنها السوق ده هنا في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية ومن سنوات طويلة اتعود تجار المشاية بأنواعها على الحضور للسوق كل يوم اتنين عشان يكون ملتقى أسبوعي يجمع البايع والمشتري في مكان واحد متوسط السعر كام دلوقتي في السوق؟ عجول التربية أسعارها بتبقى عالية شوية العجل مثلا زي مثلا بيبقى عجل البتيلو اللي هو الجاموسي البتيلو الجاموسي اللي هو يدوبك لسه ما تفطمشي بيبقى في حدود 20 مية هما هنا بيسموهم 20 21 22 على أساس 21 مية 22 مية 23 مية كده ال 20 دي يعني 2000 جنيه 2000 جنيه 2000 جنيه ده بالنسبة للعجول البتيلو اللي هي لسه ماشية ورا أمها إنما بالنسبة للي هي اتفطمت بيبقى لما يكون عمره مثلا 70 يوم وزنه في حدود 45 كيلو صافي يعني ده بيبقى في حدود سعر 4000 عجول البقر بتبقى أغلى شوية لأن هي طبعا في التسمين بتبقى أسرع فبالتالي بيبقى سعرها أعلى شوية من سعر العجول البتيلو الجاموس باشمهندس سيد ملحوظ في الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار اللحوم ده بيرجع لإيه؟ التغذية هي 70% من تكلفة العجل وباقي التكلفة بتبقى من حاجات تانية ف70% ديت بتعتمد على ان على الخامات الذره بنستورده من بره للاسف يعني الذره بنستورده من بره فول الصويا بنستورده من بره الخامات بقيه الخامات كلها حتى اضافات الاعلاف برضو بنستوردها من بره فبالتالي معظم تكوين العليقه بتاعه العجل بنستوردها من بره عشان كده الاسعار بتبقى العليقه عاليه هو المفروض ان احنا كمديريه الزراعه بالقليوبيه ان احنا عملنا ندوات ارشاديه كتير للمربين في ان هم ازاي يستفيدوا من المخلفات الزراعيه في تدويرها زي قش الرز زي الذره الحطب زي السلاج ذره الحاجات دي كلها بياخدوا بيحولها بطرق معينه لاعلاف ذات قيمه وبالتالي ممكن يستفيد منها ويوفر من العلاقه المركزه اللي هو العلف المركز ايه اشكال الرقابه الموجوده هنا على السوق طب البطري المفروض ان في بعض اللجان بتجي منه هنا عشان يعمل برضو يشوف العجول اللي هي مريضه فبالتالي المفروض ان ياخد الحاجات دي وتعدم وصاحب العجل او الحيوان بياخد فيه حوالي 75% من سعره تاني حاجه احنا اساسا برضو كمديريه الزراعه بالاشتراك مع الطب البيطري بنعمل تحصينات مستمره على القرى كلها منها عشان الامراض الوقائيه اللي هي ظهرت منها الحمى القلعيه حمى الوادي المتصدع الجلد العقدي الجدري يمكن برضو من الاسباب اللي اثرت شويه في حته الاسعار ان برضو الامراض الوبائيه اللي هي انتشرت في الفتره اللي فاتت دي ده اثر برضو على حجم المعروض في السوق في الفتره اللي فاتت انما برضو هديك برضو فكره عن القليوبيه احنا عندنا في القليوبيه في الحصر الاخير عندنا في حدود 298,041
راس، بالإضافة لحوالي 88 ألف راس أغنام، بالإضافة لحوالي 78 ألف راس من الماعز. وتشوف إزاي نقدر ننمي الثروة الحيوانية في مصر؟ إحنا عندنا عدد رؤوس الثروة الحيوانية في مصر، نعمل ربطة لمربي المشية، والربطة دي بالاتفاق مع المحافظ إن إحنا ناخد أرض في منطقة الصحراوية اللي هي الخانكة والمناطق اللي دي 200 فدان، نقدر نعمل مصنع علف، نقدر نعمل مزرعة دواجن هناك برضو، نقدر نعمل معلف هناك، ونقدر بالمساحة الباقية نقدر نزرع جزء من الأعلاف الخاصة اللي تمد المصنع زي الذرة الصفراء وخلافه. يعني تاني حاجة برضو بتحسن من الثروة الحيوانية اللي هو مشروع البتيلزو. لو الناس المربين التزموا في ان هو العجول البتيلو بدل ما هي تنذبح على وزن 70 كيلو، لا المفروض انها تربى وتسمن لمدة سنة وتتباع على وزن 300 كيلو. في نقطة برضو احنا طالبنا ان احنا نحاول برضو ندعم الفلاح، لان الفلاح ده رقم واحد على فكرة. الثروة الحيوانية في مصر قايمة على الفلاح الصغير، مش قايمة على المزارع الكبيرة، فازاي ندعم الفلاح الصغير؟ فاحنا في برضو من الحاجات اللي احنا عملناها وهي في طريقها انها تتعمل ان شاء الله، ان هو هندعم الفلاح بالفلوس، وهو بقى اللي هيربي، يعني هو اللي هيشتري وهيربي ويبيع بره، بس بعد كده هو بيرجع الفلوس عن طريق البنك الائتمان. في عندنا مشروع دلوقتي حاليا شغال، المشروع ده المربي بيبقى عنده مكان صالح للتربيه، بنروح نشوفه لجنه ثلاثيه اللي هو الزراعه والطب البيطري وبنك التنميه والائتمان الزراعي. بعد ما بيعتمد المكان ونشوف عدد الحلقان بياخد على حسب الراس كتغذيه 3000 جنيه على الراس. الاسواق دي اتاثرت بارتفاع اسعار اللحوم بره؟ حقيقي في العمليه كلها المظلوم، في العملية دي كلها المظلوم هو المربي. لما تيجي تبص على السعر بره 80 جنيه واكثر من 80 جنيه، الجزارين هم مستفيدين بالحاجة دي، وهم اللي بيستفيدوا من حتة رفع السعر ورفع السوق في الأدوية يعني، للأسف يعني، مع انهم ما بيشتكوا. المواطن شايف ان الجزار هو اللي بيغلي، والجزار بيقول انه سبب ارتفاع الأسعار هو التاجر، والتاجر شايف انه مظلوم. الأسعار بقت عاملة ازاي؟ زادت قلت ايه؟ الأسعار بقالها شهر كده قلة. ليه بقى؟ من بعد ما يعني اللحم اللي جه من بره، وحمله دلاها لحمه دي برده اثرت برده على الفلاح. ايه الفرق بين تجاره البهائم بتاعه التسمين وبتاعه التربيه؟ البهائم التسمين بنشتريها مثلا مثلا عجول اللحم بنباع للجزار، انما مثلا البهائم مثلا الانيه بنشتريها بنوديها مثلا الزرايب مثلا يشتغل مثلا شغل مثلا ايه حلابه وكلام زي ده، وبعد كده بتطلع مثلا تاني للجزار. محمد وانت جاي النهارده بالخمس روس دول، جاي بتبيع بالميزان ولا بالممارسه كده؟ بعت بالميزان وبعت بممارسه كده. ايه الفرق بقى؟ بيفرق معاك في ايه؟ ما بيفرقش، هو طبعا الجزار بيقص مثلا في وبيبيع ويشتري مثلا، ما كانش كده يبقى كده. وانت بتخسرش بقى في واحده من الاثنين؟ ممكن اخسر وممكن اكسب. على اساس ايه بقى المكسب والخساره؟ على اساس جو السوق. النهارده السوق فيه خير، يبقى في كده خساره النهارده. البيمه عندك تقعد قد ايه تقريبا؟ والله حسب، ممكن يوم، ممكن اثنين، ممكن ثلاثه، ممكن اربعه، ممكن اسبوع. كل ما تقعد عندك اكتر كل ما انت تصرف اكتر؟ بتصرف عليا في اليوم اقل حاجه 25 30 جنيه. تعرف منين البهيمه الكويسه دي تشتريها ودي ما تعرفش ما تشتريهاش؟ يعني مثلا هتوقفها مثلا صحي اهوت اللي بتلمع اهوت ماشي. العجل مثلا جلده بيلمع اهوت، مثلا فتحه مثلا ملمومه ورا دي ما اشتريهوش مثلا، واقف كابي كده يعني واقف كسلان ما اشتريهوش. الثروة الحيوانية في أي دولة بتقاس بعدد رؤوس الماشية وعدد المزارع وإنتاجها. الحاج خليل عبادة واحد من المستثمرين في مجال تسمين الأبقار وتجارة الماشية. ليه اخترت نشاط التسمين مش التربية؟ نشاط التسمين نشاط يعتبر ربحه سريع عن التربية، ودورة رأس المال ما بتغيبش كتير. الدورة يوم ما يزيد خالص من 6 أشهر لأربع شهور وكون البهيم جاهز للانباع يعني. نظام التربية نظام عاوز معاناة أكتر يعني، وعاوز تكلفة ورأس مال أكتر، فكل واحد على قد إمكانياته. حاج خليل، تفتكر إيه سبب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر؟ العامل الأساسي لارتفاع أسعار اللحوم قلة المشية، وقلة المشية تترتب على زيادة الاستهلاك، ودي يعني الأساس. كل الغلط ده أنا بعرجه عند المستهلك نفسه يعني. وفي نفس الوقت الأمراض اللي بتيجي للمواشي والفاقد في المواشي من عدم التحصينات، لأن إحنا شعب بنعالج لما يحصل المرض،
مش بنقاوم المرض قبل وقوعه. ده دور مين بقى من وجهه؟ دور كبير خالص، هو مرتبط بالطب البيطري بحيث الامصال تبقى في دوره متتابعه للمغزى المواشي في التحصينات قبل ما تظهر الحالات. وبعنده مع احترامي للجميع سببه ان الامصال والتحصينات ما تبقاش كافيه او فيها لمغزى نسبه غش كبيره خالص. يعني في ناس بيرجعوا ارتفاع اسعار اللحوم لانه الاعلاف غاليه. سيادتك ارتفاع العلف ده ارتفاع طارئ وارتفاع دولي عالمي مش عارف اتحكم فيه. انا اتحكم في الانتاج نفسه، انا مقلل الاستهلاك، انا رايح نازل السوق عاوز اشتري 10 كيلو ودي عاوز اشتري 10 كيلو ودي 10 كيلو. كل ما الاقي الجزار ان الطلب شديد بيجيب اغلى ويذبح، لكن لو لقيت الطلب اقل السعر هينزل. يمكن اللي حضرتك قلته ده السبب في انه في مواسم عيد الاضحى بتزيد ثمن اللحوم. ها؟ بس ما بتقلش بقى بعد الموسم، ليه؟ ما بتقلش بعد الموسم لان التجار بيستغلوا ان ده ارتفعت خلاص. هل الشعب او المستهلك عمل ضروب مره مثلا يعني؟ وبعدين احيانا في ناس في التجار كبار من السوق بيستحتكروا السلعه، بيلموا السوق عشان خاطر يبيعوا زي ما عاوزين يبيعوا يعني. هل في دعم بتقدمه الدوله للمربين؟ حاليا ما فيش دعم. الذره بالسوق سوداء وسوقها حره، والصويا سوق حره، وكل حاجه سوق حر. طب ايه الدعم المنتظر بقى؟ هو المفروض الدوله بس تدعم التحصينات دي او توجد التحصينات او توجد الامصال المظبوطه عشان الفاقد في الحيوانات دي ما 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 يفقدش. أجمعت الآراء إنه الأعلاف وأسعارها هي واحدة من أهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر. آخر تقرير رسمي للثروة الحيوانية والدجينة في مصر لعام 2014 والتابع لوزارة الزراعة بيقول إن في مصر حوالي 150 مصنع مرخص لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 4,447,074 طن، لكنها فعلياً بتنتج 1,122,255 طن سنوياً، يعني بحسبة بسيطة حوالي 25% من قدرتها في الوقت اللي مصر بتستورد فيه ما يقرب من 70% من احتياجاتها من العلف. وده معناه إن مصانع الأعلاف الموجودة والمرخصة فعلياً ممكن تحقق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف، بس في حالة إنها تشتغل بكامل طاقتها الإنتاجية. في كم نوع علف منتجوه؟ بالنسبة للأعلاف قسمين رئيسيين، علف إنتاج حيواني للمواشي وعلف إنتاج للفراخ. عايز أتكلم عن الأعلاف الخاصة باللحوم الحمراء بتسمين العجول والأغنام وكده. تسمين العلف الحيواني إحنا بنصنعه بروتين 19%، بتاكلوا العجول أو المواشي بصفة دايمة عشان التسمين. أما بالنسبة للإنتاج طبعا المشاية اللي هي بتنتج ألبان وكده طبعا ببقى لها علف تانية بضافة الخضروات اللي هي تاكلها. إيه المكونات الأساسية في العلف بتاع إنتاج المواشي؟ تكون من ذرة طبعا والصويا ومركزات. المركزات دي عبارة عن إيه؟ مضاد سموم، مضاد اكسوريديا، اللي هو المضادات دي كلها اللي ترفع من مناعه الحيوان. المركزات والاضافات اللي بتضاف للذره دي بنستوردها ولا بتبقى انتاج مصري؟ هي بنستوردها. الاضافات دي غاليه، تكلفتها عاليه. طبعا بوصل طن الاضافات طبعا حسب الشركات دي، هو اضافات نباتي 100% توصل معانا احنا من 7 ل 8 8000 طن. هل احنا عندنا في مصر كميات ذره تكفي لانتاج الاعلاف ولا بنستورد كمان ذره؟ لا، هو الموجود كله استيراد، بس الكميه الموجوده مش بتقضي المصانع طول السنه. يعني هو فعلا الذره المصريه احسن كتير من الذره المستورده، لان الذره المستورده بتقعد في البحر وكده ممكن تاخد رطوبه بتعمل سموم. هنا القوه الانتاجيه والطاقه الانتاجيه للمصنع هنا كم طن في اليوم؟ والله بالنسبة للدواجن لو اشتغلنا بقى واحد ممكن نطلع مثلا فوق 30 طن. بالنسبة للمواشي طبعا احنا بنصنع حسب المزارع اللي احنا شغالين معاها وحسب المربيين. حسب الطلب يعني؟ حسب الطلب. خد بالك انت ممكن مثلا في اليوم 20 طن 70 طن يومي بين الاعلاف الماشية واعلاف الدواجن. طبعا انت احنا ما بنشتغلش 24 ساعة، بنشتغل 12. ايه علاقة اسعار العلف بارتفاع اسعار اللحوم؟
ارتفاع اسعار العلف طبعا ده بورصه عالميه، المواد الخام بتزيد عن اصحاب المصانع، فكذلك العلف لازم يزيد، وارتفاع اسعار اللحمه بتزيد عشان العلف بيزيد، وبرضه كذلك الفيروسات في الجو ادت الى انقراض موت كثير من الحيوانات. يبقى هيبقى عنده مثلا كان عنده مزرعه فيها 100 حته 200 حته، يبقى هيموت من عنده 3 4، فلازم يرفع في اسعار اللي عنده عشان يتعوض الخساره. كذلك اصحاب المصانع، البورصه العالميه الاعلاف والمواد الخام ارتفعت، بترتفع في فصل الصيف عشان الصيف مش بيبقى فيه خضره، فلازم يرفع. في فرق في القيمه الغذائيه في لحم الحيوان اللي متغذي على اعلاف عن الحيوان اللي متغذي على اعشاب ومرايا خضراء؟ طبعا. ايه الفرق؟ بالنسبه للاعلاف والبروتين ده بيرفع من يعني مثلا بسرعه، بيطلع المشاية بتطلع بسرعة، النمو تقصد؟ النمو بيطلع بسرعة. لكن انك تربي على الحياة الخاضعة الأعشاب ده بطيء، وبعدين ما هتطلعش القيمة اللي انت عاوزها. المجزر الآلي في البساتين واحد من أهم آليات الدولة للرقابة على الذبح وفق اشتراطات واضحة ومحددة. المجزر الآلي في البساتين بيعد واحد من أكبر المجازر الآلية في القاهرة وربما في مصر بشكل عام، وأهميته دي بترجع لقدرته الاستيعابية وبالتالي حجم الإنتاج اليومي. كيف يتم الرقابة من قبل الطب البيطري على المجازر الموجودة في جمهورية مصر العربية؟ جميع مجازر الجمهورية بتدار بأطباء بيطريين، بحيث ان هم منوط لهم الوحيدين اللي منوط لهم الكشف على اللحوم، سواء الكشف على الحيوان قبل الذبح او بعد الذبح، بيتم ختمها اذا كانت صلاحة للسلاك الادمي، وبياخدها الجزار وبيخرج بها من المجزر. لو في اي مرض بتعدم عندنا في المجزر الآلي هنا في البساتين، ثلاث محارق بيتم فيها اعدامات يوميه لكل المخالفات. هل عدد المجازر الآلية الموجود حاليا في مصر كافي ولا محتاجين اعداد اكبر؟ لا يكفي. مع اهميه المجازر احنا دايما بنقول ايه كاطباء بيطريين؟ ابني مجزر واغلق مستشفى. طب انا عايز توضيح حضرتك، معظم الامراض النهارده اللي بيعاني منها الشعب المصري بسبب الغذاء، امراض موجوده وخاصه في اللحوم او الدواجن او الاسماك اللي هي مصادر البروتين، امراض كتير جدا عندنا، حوالي 400 مرض مشترك كلها امراض وبائيه فتاكه. احنا بنستهلك لحوم ما بنعرفش فيها ايه، احنا بقدر الامكان وبامكانياتنا بنقدر نكشف على الذبائح اللي بتدخل لنا، واي حاجه فيها اي امراض او اشتباه بنعدمها. فانا اطلع غذاء صالح خالي من الامراض، يبقى الانسان ده او المواطن ده مش هيحتاج يروح مستشفى لانه مش هيمرض. حجم الانتاج اليومي للمجزر الآلي في البساتين هو المتوسط عندنا في الايام العاديه من 1000 ل 1500 راس. المجزر الآلي عندنا هنا ده فيه تلت مذبوحات مصر يوميا. الخطط المطروحه لتطوير المجازر الآليه في مصر، احنا علمنا من الساده المسؤولين الكبار يعني بعد شكوانا من سوء حاله المجازر، ان في خطه تطوير المجازر من هنا ورايح، ان المجازر اللي هي اليدويه تتحول لآلي، لان الشغل الآلي طبعا ده بيبقى هو بيضمن سلامه الذبيحه اكتر من الشغل اليدوي. في الفترة الأخيرة تم حديث عن وجود لحوم فاسدة في الأسواق ولحوم مستوردة أو محلية، بالإضافة لما يشاع عن وجود لحم حمير في الأسواق. هو حضرتك المضبوطات يوميا ما بتنتهيش، احنا تقريبا خلال 10 أيام اللي فاتوا دول بس أرقام جامدة يعني ضبطين، حوالي من 56 60 طن لحوم فاسدة، بالتحديد كان في المرج ومدينة السلام. دي الكميات الكبيرة اللي احنا بنذكرها، لكن في كل ساعة وكل يوم مضبوطات كميات أقل من كده. احنا لنا برنامج يومي لجان بتطلع غير موجهة بالمرة، إلا إذا كانت جات لنا شكوى من مواطن في منشأة معينة بتتوجه اللجنة، بيفتشوا عشوائي في كل ما يعمل في بيع اللحوم، سواء مطاعم أو محلات جزارة أو ثلاجات أو مصانع لحوم، وبنلاقي مخالفات صارخة. وبدأت رحلتي داخل المجزر الآلي في البساتين بصحبة الدكتور ميلاد عشان أفهم إيه اللي بيجرى جوه المجزر. إيه اللي بيتم هنا؟ هنا دي صالة الذبيح، ده دي عجول بتبتدي اتذبحت
بعد ما دخلت وفحصت ظاهريا، لان احنا عندنا مجموعه من الامراض ممكن تحددها والحيوان حي. فبعد ما بيجي يذبح هيبتدي عمليه السلخ، هيبتدي يجوف الحيوان. بعد ما هيجوف الحيوان هيطلع على خط الالي، يبتدي الطبيب البيطري في العنبر يكشف على جميع الغدد الليمفاويه لفحص الحيوان، بيشوف مجموعه من الامراض، لو في اي اصابات بيبقى في اعدام جزئي واعدام كل الذبيحه. عشان كده بنقول دور الطبيب البيطري في المجتمع ايه؟ خط الدفاع الاول للانسان. بمجرد ان الطبيب البيطري في المجزر الالي في البساتين بيتم خطوات الفحص الظاهري ليه ان هو سليم، بينده للعامل او الختام معاه، بيقول له تعالى اختم لي الذبيحه دي صالحه للاستهلاك الادمي. بعد ما اللحم بيطلع من المجزر بيبتدي بيتعرض في منافذ البيع. في عندنا لجان تفتيشيه بتنزل تتابع هذا الكلام، لان هي ممكن السلعه تبقى طالعه من المجزر صالحه للاستهلاك الادمي بنسبه 100%، ولكن عمليه النقل، عمليه التخزين، عمليه العرض ممكن يحصل اي مرحله من المراحل دي عمليه فساد. هنا دي اماكن اللواء. بعد ما الحيوانات بتيجي بالسيارات من الاسواق ومن المحافظات، فلازم يتعمل لها فتره اراحه اللي احنا بنقول عليها الحجر البيطري، على الاقل اراحه لمده 24 ساعه. يدخل الحيوان زي ما حضرتك شايف بندخله في الكارانتينا في اللواء. يبتدي الطبيب البيطري يفحصه ظاهريا من العينين، لان انا عندي العين دي عباره عن مرآه لجسم الحيوان بتعكس لي بعض الامراض. بيبص على الاربع قوائم والفم بتاعه والراس ان هو خالي من مرض حمى القلاعيه. بعد جولة طويلة داخل المجزر الآلي شفت فيها وتابعت مراحل الذبح والنقل وخلافه، لقيتني مش فاهم سبب وصف المجزر بأنه آلي. إحنا دلوقتي في المجزر الآلي، أنا الحقيقة مش شايف آلية، يعني فين صورة الآلية اللي موجودة في المجزر؟ هو المجزر الآلي كان آلي 100% آلي كامل اعتباراً من إنشاءه 82. بعد مرحلة 82 لغاية أول التسعينات القائمين على العمل اللي هم المهندسين الألمان مشوا، والجزارين دي كل مجموعة الجزارين دي جاية من المجزر اليدوي بتاع السيدة زينب اللي هو مجزر القاهرة. مش متعود الجزار ان هو يستخدم الآلية على البلانكات ويمشي، فهو أسهل له وأريح له ان يستخدم السيمي ماشين اللي هو نصف آلي. نصف آلي. طيب امتى نقدر نرجع تاني ويشتغل كمجزر آلي؟ لانه اتصور انه ده بيأثر شويه على حجم الانتاج. هو طبعا اي حاجه آليه هتديني انتاجيه ساعه اكتر، ولكن النهارده كل جزار عايز يخش مع الحيوان بتاعه وهو بيتذبح. ما ينفعش اشغل الصاله آلي وانا عندي كم جزارين وكم عمال بالعدد اللي حضرتك شايفه. في الفترة الأخيرة انتشرت أخبار عن ضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، مش بس في الأسواق، لا ده كمان في بعض مصانع اللحوم والمطاعم. ولأن الإنسان بشكل طبيعي بيرفض الغش وخصوصا في الأكل، اتأثرت كتير من المطاعم. في الفترة الأخيرة طلع إشاعات كتير وشفنا أخبار في الجرايد ومواقع إلكترونية عن مطاعم اتقفلت لوجود لحوم فاسدة فيها. ده أثر عليكم؟ أثر على زبونك؟ هو أي إشاعة بتطلع بتخص اللحوم بتأثر على الكل، لأن إحنا عندنا الميديا والسوشيال ميديا النهاردة بفرق جداً. إيه اللي بيغلي أسعار اللحوم في مصر؟ والله أعتقد إن أسعار اللحوم على كلام التجار إنه بيتكلموا إن مشكلة العلف، إن العلف هو اللي بيغلى وتكاليف النقل والحاجات. لكن أنا على رأيي، أنا كراجل ليا 35-40 سنة في الشغلانة دي، إن هي بالمزاج. التاجر لو معاه سلعة عارف إن هي عليها طلب زيادة فبيغلي السعر، ولو الطلب قل على السلعة برضو بيغلي السعر عشان يحقق نفس المكسب اللي هو بيحققه. هو ده سوقنا للأسف. ده بينعكس عليك أنت إزاي؟ بينعكس عليا، لأن طبعا أنا النهاردة لما الحاجة بتغلى عليا عشان أفضل على مستوى نفس المستوى بتاع شغلي وحافظ على نفس الجودة بتاعت الخامة اللي بشتغل منها بضطر أغلي على الزبون. أنواع اللحوم اللي أنت بتشتغل بيها إيه بقى؟ أنا بشتغل لحوم بلدية، كندوز،
بلدي، البتيلو البلدي. ما بيشتغلش بالمستورد ولا المجمد؟ لا المستورد مفيش حد ما بيشتغلش بالمستورد، لكن بيخش بنسب معينه. ولكن نوع برضو واحد هو البرازيلي، لان هو افضل حاجه. انا عن نفسي كراجل بثق في اللحم البرازيلي، متغذيه كويس، عليها رقابه كويسه جدا، منتج مش وحش، منتج بالعكس كويس جدا. سعر كيلو البرازيلي بكام؟ بيبتدي من 40 وممكن في بيوصل ل 60. انا عايز اعرف ايه اشكال الرقابه اللي بتيجي تراقب على محل المشويات زي ده؟ كل الرقابه بتيجي، طب بيطري بيجي، صحه بتيجي، تموين بيجي، محليات بتنزل تراقب، كل الناس شغاله. بيكشف بقى على الثلاجات ولا بيكشف على ايه؟ بيشوفوا كل حاجه، بيشوف المنتج انت جايبه منين، مصدره ايه، لو عندك حاجه مش مظبوطه بياخدها يعدمها وبيعمل لك محضر. في ناس كتير عندنا يا باشا ما عندهاش ضمير، في مصانع كتير ما عندهاش ضمير، في تحت السلم كتير، في ناس بتشتغل في حاجات وحشه كتير. حسن رغم أهمية اللحمة كأحد أهم مصادر الغذاء للإنسان، إلا إنها ما بتوصلش لكل الناس، والأسباب كتيرة زي ما شفنا في حلقتنا النهاردة. منتظرين آرائكم ومقترحاتكم على صفحات البرنامج ستريت بالز شو فيسبوك وتويتر واليوتيوب، واستنونا في حلقة جديدة من نبض الشارع.